شوف أنا كنت في المباراة وفي الملعب أثناء ما صفر الحكم نهاية المباراة، كنت أعتقد الجول صحيح 100%، ولكن يعني خلال ساعتين وصلتني فيديوهات ووصلتني آراء من حكام دوليين من خارج الكويت، واستأنست في آراء كبراء خبراء الحكام في كبرى المحطات الفضائية، والكل أكد أنه كان هناك فاول قبل تسجيل هدف. في المقابل في قنوات الكاس والسعودية وذا قالوا أنه هدف صحيح. والله أنا أروح للأهم، عندي مراجع عليا محايدة أرسل لها الخبر من غير لا تعرف المباراة هذه ما بين نادي من ومن.